الاشتراك السابق فيما يخص الاشتراك السنوي، لانه بقيت الان في عدد كبير مش دافع. هذا يعني ثقيل. طب هذا ما بقدرش ازيد عليه اصلا 5000. وبالتالي انا عشان طبعا مبلغ 9000 دينار ده عشير مش مبلغ. عشير ما هو مبلغ. وبالتالي انا بقدر انمي هذا المبلغ في المقابل انك يعني وان شاء الله عم جميع مده العمر يعني. لكن 2 دولار جد واحد، ولو صارت عندنا حاله وفاه نقول بلغ هذا المبلغ خارج المبلغ السنوي. على ان يبقى الامر عليه كما هو عليه. يعني على المبلغ كمان برضه يعني هذا الرجال اللي يكتب على الافراد السنويه لو صارت عنده حاله وفاه فتح ركز عنه مبدل الوفاه يعني تقول له برضه كمان خليها الشغله هيك وخليها هيك. السلام عليكم. كل الشكر والمحبة للأخ العاملي على هذه المذاكرة الطيبة.